كانت ولادة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية قراراً رسمياً اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية بعد عام 2003 من خلال الاجتماع الذي تم فيه الإعلان الرسمي عن حل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشكل رسمي والإعلان عن تشكيل هيئتين مؤقتتين لإدارة الرياضة في العراق، إحداها تمثل رياضة الأصحاء والأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، الغاية منها توفير المستلزمات الخاصة بالتدريب لدمج المعاقين بالمجتمع وإكسابهم السلوك التربوي السليم والاهتمام بالصحة العامة ورفع المستوى البدني والمهاري وتعزيز الجانب التأهيلي لتحقيق أفضل النتائج الرياضية، وهذا ما حققه رياضيها الذين حصلوا على أوسمة ملونة ورفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية. رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني يشيد بمنجز أبطال البارالمبية بتكريمهم بمنحة شهرية وقطعة أرض. نتابع ما جاء حول هذا الخبر. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي كتب رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني يشيد بمنجز أبطال البارالمبية ويوجه بتكريمهم وفق القانون بمنحة شهرية وقطعة أرض.